إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن بعض الفحوصات التي تختص بفحص الأطفال المرضى في المستشفى. تقوم المستشفى المستقبلة للطفل آنذاك بكل التحاليل اللازمة للكشف عن المرض المسبب للارتفاع درجة الحرارة مثلا، ومنها فحوصات الدم الشاملة، وظائف الكلى وظائف الكبد. أيضا يتم فحص الكلى ويتم فحص الكبد، أيضا مزارع الدم والبول والسائل النخاعي وذلك ما يتعرض عليه معظم الآباء والأمهات. وفي هذا المجال نود التنويه على أهمية أخذ كمية بسيطة من السائل النخاعي لدراسته في من ناحية يعني ميكروسكوبيا وكيميائيا أيضا، وأيضا يمكن زراعته للكشف عن وجود أي بكتيريا أو فيروسات مسببة لالتهاب السحايا. ونذكر هنا أن عملية أخذ السائل النخاعي آمنة، حيث توضع إبرة في المكان الخالي من الأعصاب ويتم أخذ قطعة صغيرة أو جزء بسيط جدا من السائل النخاعي عن طريق الإبرة، ويتم فحصه تحت المجهر ويتم زرعه لكي يتم التعرف عن نوع الميكروبات الموجودة والمنتشرة فيه. هذا مما يؤدي إلى معرفة الأسس البدائية يعني عن أسباب المرض. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم في هذا الموضوع بشكل متجدد.